بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 58 في بدائع القرآن، ومن ضمن الأساليب البديع في القرآن الفرائد. الفرائد يعني إيه؟ يعني تلاقي كده جملة فريدة من نوعها، فيها لفظ كده يبهرك. زي مثلا أنا بالنسبة لي مثلا من وأنا صغير كنت تعجبني أوي والصبح إذا تنفس، يا إيه دي جت منين دي؟ يعني شوف، الصبح إذا تنفس تركيبة كده محدش يعرفها، فجأة كبيرة محدش استعملها، وكأن الصبح ده كائن حي بيتولد وبيتنفس، يعني بيتولد من ظلمة الليل زي ما الجنين بينزل من ظلمة الأحشاء، واخد بالك؟ وأول ما ينزل يعمل إيه؟ يتنفس. يا حاجة غريبة، جابها منين دي؟ فتلاقي إيه، في حاجات تبهرك يسموها الفرائد. زي مثلا إيه، أحد العرب الفصحاء كان ماشي فسمع واحد بيقرأ سورة إيه؟ يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام، فبيقول ايه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وكان على فكرة ايه، عربي ومسيحي كمان، يعني قسيس لكن بيفهم العربي، فسامع بيقول ايه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، سجد لفصاحتي. ليه؟ عشان انت لما تفصص فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، تفصصها بصورة أدبية تكتب فيها 10 صفحات، جابها بثلاث كلمات، وكان سبب إسلامه، الآية دي كانت سبب إسلام هذا الحق. وحكى لنا الحكاية دي مين؟ القاضي عياض في كتاب الشفا عن هذه الحادثة. فدي اسمها الفرائد، يعني ايه، يبهرك كده بأسلوب غريب من غير متوقع، محدش يعني لو اجتمع الثقلين عشان يطلعوها ما يعرفوش يطلعوها. وفي ايه، في جملة قصيرة، يعني يقهرك، يقهر بلاغتك وفهمك وحفظك. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى الفرائض، واخد بالك؟ زي انت تقول مثلا ايه، جوهرة فريدة، يعني ايه، ملهاش مثيل. يعني الفرائض الحاجة اللي هي ملهاش مثيل، وهو مختص بالفصاحة دون البلاغة، لأنه الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة في العقد، وهي الجوهرة التي لا نظير لها، تدل على عظم فصاحة هذا الكلام وقوة عارضته وجزالة منطقه وأصالة عربيته، بحيث لو أسقطت من الكلام عزت على الفصحاء غرابته. ومنه لفظ حصل حق، يا الآن حصل حق. والرفس، الرفس دي كلمة لطيفة صغيرة قد كده، لكن بتحكي من وراها كل كلام قلة الأدب اللي بين شهوة الرجل ومراته، كل قلة الأدب اللي بين الرجل ومراته ملخصها الرفس، كلمة واحدة وجميلة ولطيفة وحلوة أوي. فهمت إزاي؟ يعني العرب ما استعملوش الكلمة دي قبل ما نزل الكرة، ما يعرفوهاش، يعرفوا قلة الأدب لكن ما يعرفوش يعبروا عنه بلفظة مؤدبة. فهمت؟ فدي إيه؟ دي من عجائب القرآن. الرفث في قولي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولفظة فزع في قولي حتى إذا فزع عن قلوبهم، يا فزع يعني فاء بعد شدة إيه؟ الفزع اللي كان فيهم والهيبة والرهبة عند تجلي أوامر الله للملائكة. لما يدي أوامره تبص لها زي ما تقول الملائكة نفسها يجي لهم حالة غياب،
وقهر لحد ما يزول عنهم كده، يعرفوا ربنا طلب منهم ايه. حتى فزع عن قلوبهم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشد علي ايه، مثل صلصله الجرس، ده اشد الوحي عليه. وبعدين ما يفزع من قلبه بقى ويفوق، الصلصله دي تطلع مثلا ايه صوره كامله. يعني هو كل حكايه في قلبه عامل بس، وبعدين فاق يروح يقول لك 20 آية. فدي حاجات غريبة، واخد بالك؟ فزع، عبر لك عن القصة دي كلها بإيه؟ بكلمة فزع، كلمة واحدة. خائنة الأعين، في قوله يعلم خائنة الأعين، يعني واحد يبص واحد بسطة كده، أو يبص من تحت لتحت، واخد بالك إزاي؟ ويقصد ببسطته دي حاجة معينة، في غير الموضوع خالص. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه ياخد منك خائنة العين، يعني حاسبها لك، لان ربنا الملك ما يعرفهاش، ولا الرقيب العتيد يعرف، ولا حتى كاميرات المراقبه اللي بيركبوها في كل حته عشان ايه يراقبوك ما يعرفش خائنة العين برضو، الا ربك بقى يعرف خائنة العين. فهمت؟ وكأن العين يقصد بالاعين هنا النظر البصر، وخائنة يعني ايه؟ يعني كأنك انت بتختلسها حيث لا يدركها احد، زي الخيانة كده. فشفت بقى، تعرف انت تركب التركيبة دي في المعنى ده كله، تقول خائنة كلمتين بس وألفاظ أخرى. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وحكيت لك من ايه؟ من القاضي عياض، من كتاب الشفا. الحتة دي كانت سبب اسلام واحد، راجل قسيس وماشي سمع واحد بيقرا سورة يوسف، سمع الآية دي سجد على الأرض على طول، على التراب كده، وقال أشهد أنه لا يستطيعه بشر، وعرف إن ده وحي. فاهم؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. بيوصف حال إيه؟ جيش المسلمين لما ينزل في إيه؟ في بلاد الكفار فاتحا لها. فإذا نزل بساحتهم، وسورة العاديات، يا خبر ربي، على سورة العاديات دي فيها تعبيرات وقصيرة، وقع قصير. والعادي ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، فأثرن به نقعة، فوسطن به جمعة، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. يا خبر ربي على السورة دي، ده الواحد لولا ان ربنا بيثبته كان قلبه وقف من هيبتها وجمالها وحلاوتها وايه وفرحك بيها. مش يقول لك قلبه وقف من الفرحه؟ او الواحد قلبه وقف من الفرحه، ده هو ربنا لولا انه بس ايه بيثبتنا بغفلتنا، لان احنا عندنا غفله. الغفله دي والجهل بتاعنا ده برضه مخلينا عايشين ناكل طعميه وفول ونعيش، لكن لو ربنا كشف لنا كل حاجة والله هي نفس واحد ونموت وانتهينا. مش الرسول كان يقول لو علمتم ما أعلم لإيه لبكيتم كثيرا، ولا إيه ولا ضحكتم قليلا، وكمان ما استمتعتم بالنساء. ولا واحد هيروح يتجوز ولا يربي عيال ولا يروح شغل ولا يعمل حاجة خالص، الحياة تتوقف. لو عرفنا اللي النبي عارفه كانت الحياة تتوقف. شوف النبي عارفه والحياة مستمرة معاه، بل مستمرة به. قد ايه بقى النبي ده يبقى ايه؟ يبقى ولا الجبال، ولا الجبال الحبيب ده قلبه ده ولا الجبال. لو انزلنا القرآن على جبل رأيته ايه؟ طب انزله على قلبك يبقى، واخد بالك؟ ان في ذلك لآيات لقوم ايه يتفكرون. تتفكر في قلب الحبيب، هتتفكر في ايه هنا؟ فهمت ازاي؟ شوف قلب حبيبك ايه بقى؟ فهمت؟ صلى الله عليه وسلم. واحنا يا دوب اما ربنا بيكشف لنا بس معنى فيها كده، يا تنسى انت في الركعه الكام، وبتقرا في سوره ايه، وانت واقف ولا قاعد ولا نايم، وكلت ولا ما كلتش، وتنسى كل حاجه. فهمت ازاي؟ تنسى نفسك. فهو ربنا بغفلتنا بيخلي حياتنا تستمر. تصور بقى دي، فسبحانه يخلي المذموم سبب للايه؟ لممدوح. يعني خلي غفلتك سبب لصلاح حالك، عشان كده لو كشف لك فسدت حالاتك، مش هتعرف تتحرك. لو كشف لك تفسد حياتك،
لو شفت العوالم كلها كده في لحظة واحدة، هتعرف بعد كده ترجع بيتك ولا تروح شغلك ولا تنام تستريح. فهمت بقى ازاي؟ فكل دي من رحمة ربنا بينا. القسم، القسم اللي هو ايه؟ الحلف يعني، الايمان، هو ان يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له او تعظيم لشأنه او تنويه لقدره او ذم لغيره او جاريا مجرى الغزل والترقق، ولا الترفق؟ الترقق. انا كان عندي الترفق والترقق، او خارجا مخرج الموعظة. خليها بقى والترقق احلى. او جاريا مجرى الغزل والترقق، يعني رقة الكلام. او خارجا مخرج الموعظة والزهد، كقوله فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. اقسم سبحانه وتعالى بقسم يوجب الفخر، فورب السماء والارض، يعني اقسم بربوبيته للسماوات والارض ومن فيهن سبحانه وتعالى. إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أقسم سبحانه وتعالى بقسم يوجب الفخر لتضمن التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني بيقول للنبي وحياتك يا حبيبي، وحياتك، دول مش فاهمين حاجة. هو ربنا أقسم بحياة مخلوق إلا النبي؟ هو بس حبيبه، واخد بالك ازاي؟ حبيبه، فقال له كده ولعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اقسم سبحانه وتعالى بحياه نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيما لشانه وتنويها بقدره، وسياتي في نوع الاقسام اشياء تتعلق بذلك. ده هو اقسم بعمره، واقسم بالعصر اللي نشا فيه كمان، قال والعصر ان الانسان، يقصد عصر النبوه، حتى الزمن اللي نشا فيه اقسم به صلى الله عليه وسلم. فما فيش اجمل، اللي عايز يمدح النبي يقرا القران والله ويفهم، مش تقول لي نقرا البرده برده، القران يا ابني ده هو ده المدح الحقيقي، مدح الحقيقي. فهمت؟ لكن احنا علشان ضعفنا اللغوي فايه نقعد ايه نالف شويه مدائح كده ونرمنها ونجيب الرق ونعمل كده، لكن والله القران هو فيكم مدح النبي كله. فهمت ازاي؟ في كل حاجه. عشان كده ستنا عائشه لفصاحتها قالت ايه؟ كان قرانا يمشي، لما وصفت النبي طلعت فضائل النبي كلها من القران، فعرفت قالت ان القران ده كانه كله عباره عن ايات مدح في الحبيب وبيان فضائله ومكارمه على الاكوان صلى الله عليه وسلم. اللف والنشر، اللف والنشر يعني يجيب لك ثلاث اربع حاجات وبعد كده ايه يجيب لك ايه تفاصيل في كل حاجه، اما على ترتيب ذكرها أو على غير ترتيب ذكرها، يسموه لف ونشر مرتب وغير مرتب. فهمت بقى ازاي؟ أنت طبعا عارف اللف في المحشي بس اللي بتاكله ده، لا في لف بقى ونشر تاني في محشي تاني، بس بياكلوا إيه؟ بياكلوا إيه؟ ذوقك اللغوي وعقلك بقى، هو العقل ده بيتغذى بره بس بيتغذى إيه؟ المعاني دي. فهمت؟ المعاني الحلوة دي العقل يتغذى بيها ويشبع. فهمت بقى ازاي؟ اللف والنشر. انت طبعا في النشر لما بتنشر الغسيل، واخد بالك؟ عشان ايه؟ بيبقى متكون فوق بعضه وتبتدي تنشر كل حاجه لوحدها، عشان كده ادي معناه اللف، اللف يكون لك الحاجه على بعضها وبعدين ينشرها كل حاجه لوحدها. فهمت بقى ازاي؟ برضو ايه حتى عنوانه المعاني باللغه العربيه معبره جدا، وعلشان كده مش هيفهم حلاوه اللغه الا اللي اتعلم، لأن هي نفسها معبرة عن المعنى. فهمت؟ هو أن يذكر شيئان أو أشياء، إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. فالإجمالي كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إيه؟ يعني هو أجمل لك الحتة دي، لكن هم الحقيقة ما قالوش كده،
ده اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني. بس انت فهمت من اللفة دي المقصد ده؟ يعني اليهودي ما قالش مش هيدخل الجنة إلا يهودي ونصراني، ما قالش كده. ده اليهودي قال مش هيدخل الجنة إلا يهودي، والنصراني قال مش هيدخل الجنة إلا نصراني، والوهابي قال ايه مش هيدخل الجنة إلا وهابي. ما دي مشكلة، ما دي بقى اصل مذهبهم اصله يهودي، واخد بالك؟ دي مشكلة كبيرة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى. وإنما سوغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى. أنت لعلمك العداوة اللي بين اليهود والنصارى تفهم على طول لما قالوا كده إن كل واحد قال على نفسه، فهمت؟ فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس. وقائل ذلك يهود المدينة قالوا كده، ونصارى نجران قالوا كده. ونجران دي قرب اليمن، ويهود المدينة كانوا قاعدين في يثرب اللي هي مدينة النبي، كان قبل أن يسكنها اسمها يثرب، لما سكنها تنورت به وتطيبت وصارت المدينة علم على المدينة. قلت وقد يكون الإجمال في النشر لا في اللف، يعني ممكن يجمل لك في النشر. الله ازاي دي بالعكس، المجمل المفروض يكون بيجمع حاجات، لا ده ساعات يعكس لك، يجمل لك في النشر بأن يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يشتمل على متعدد يصلح له، كقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويقصد الخيط الأبيض والخيط الأسود إيه؟ الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الفجر الكاذب. فهمت بقى إزاي؟ فجمع الاثنين هنا وقصد بها إيه؟ معنى واحد وهو الفجر بقسميه، ما هو الفجر بقسمين، مش في الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ على قول أبي عبيدة إن الخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب لليل، وقد بينته في أسرار التنزيل. والتفصيل قسمان، أحدهما أن يكون على ترتيب اللف بقى، اللي هو لف ونشر مرتب، كقوله تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، قال الليل والنهار ورا بعض، وبعدين قال لتسكنوا فيه تعود السكن على الليل، ولتبتغوا من فضل تعود على النهار، ماشي بنفس الترتيب. يبقى ايه؟ لفهم ونشر بنفس ترتيب المذكور، فهمت؟ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، فهمت بقى؟ فالسكون راجع إلى الليل، والابتغاء راجع إلى النهار. وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني ما تبقاش بخيل، فهمت؟ ولا تبسطها كل البسط، ما تبقاش مبذر، فتقعد ملوما بسبب ايه؟ البخل، ومحسورا بسبب التبذير، فهمت بقى ازاي؟ فدي تعود على دي ودي تعود على دي، ماشي ايه لف ونشر مرتب. فاللوم راجع الى البخل، ومحسورا راجع الى الاسراف، لان معناه منقطعا لا شيء عندك. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم، شوف تعود إيه اليتيم على اليتيم الأولاني، فطالما أنا أويتك يبقى إيه؟ ما تقهرش اليتيم، عامل الخلق كما عملتك يا حبيبي، فهمت بقى إزاي؟ وكذلك إيه أغنيتك إيه، فيبقى إيه لا ترد السائل، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر رجع إلى قول ألم يجدك يتيما فآوى، وأما السائل فلا تنهر رجع إلى قول وجدك ضالا، فإن المراد السائل عن العلم كما فسره مجاهد وغيره. وأما بنعمة ربك فحدث رجع إلى قول وجدك عائلا فأغنى. رأيت هذا المثال في شرح الوسيط للنووي المسمى بالتنقيح. التنقيح ده بتاع الإمام النووي بيشرح في كتاب الوسيط للإمام الغزالي، اللي هو أصلا ايه بيختصر فيه
فتح العزيز للإمام الرافعي في إيه؟ في فقه الإمام الشافعي. يعني الإمام الرافعي عمل كتاب سماه فتح العزيز، شرحه في كتاب سماه البسيط، وبعدين لما لقى البسيط كده إيه كبير قوي على الناس، فإيه توسط فيه وراح اختصره شوية وسماه الوسيط. جاء الإمام النووي بقى شرح الوسيط في كتاب اسمه التنقيح، فهمت بقى؟ بس الكتاب ده ما زال مخطوطا لم يطبع، اللي هو التنقيح على الايه؟ على الوسيط، اسمه التنقيح في شرح الوسيط. يبقى عرفت الوسيط للغزالي ومصدره من البسيط، والبسيط من فتح العزيز للايه؟ للرافعي، فهمت؟ فبيقول ايه؟ رأيت هذا المثال في شرح الوسيط للنووي المسمى بالتنقيح. الإمام جلال الدين كان واسع الاطلاع، يعني يطلع على المخطوطات. انت دلوقتي المطبوعات مش ملاحق عليها، لا ده كان المطبوع غير، ما كانش عندهم مطبعة ايام الامام السيوطي، ما كانش فيه مطبوع، كله مخطوط، فاهم؟ المطبعة دخلت مع ايه؟ مع الحملة الفرنسية في مصر، دخلت المطبعة، ومع المطبعة دخل ايه؟ الجهل. ليه؟ لان كل واحد بقى ايه؟ الكتاب موجود على الرف، يروح يشتريه ويقرأ لوحده، يوم يفهم لوحده يطلع جاهل، فانتشر الجهل مع المطبعة والآراء المختلفة وتشعب الآراء. لكن زمان كانت مخطوطة، تروح الأول إيه ما تلاقيهاش إلا عند العلماء، تقوم توصي العالم إن إيه إن تقراها عليه، وما تقراها عليه مليك سطر سطر ويشرحه لك لحد ما يبقى عندك واحدة مخطوطة زيها، فما تاخدوش إلا بالإذن، ما ينفعش تروح تجيبه من الرف كده، فهمت بقى ازاي؟ دلوقتي معرض الكتاب كل من هب ودب يروح يشتري ويحط على الكومودينو جنب سريره 10 كتب ويقعد يقرا كل يوم والتاني، وبعدين يلبس جلابيه ويقف يخطب الجمعه يقول جهل فصيح. جهل فصيح مريح. تعلمه لوحده. ما راحش لايه لحد يوقفه. فالناس متصوره ان المطبعه نشرت العلم، لا ده نشرت الجهل. وعشان كده لما قالوا احنا هنطبع المصحف كثير من علماء الازهر رفضوا، وقالوا هنطبع صحيح البخاري كثير من علماء الازهر رفضوا، قالوا هيقراها كل السفله، فكل واحد يفهم بطريقته وهتتشعب الاراء ويفتنوا الناس. لكن ايه بمرور الوقت التقدم غالب، راح محمد علي اصدر قرار فعلا بايه؟ بان احنا يطبع المصحف ويطبع صحيح البخاري، واتطبع بالفعل. بس كان كثير من العلماء كانوا متأذين من هذا، خايفين من ايه؟ ان كل واحد يحصل على نسخة يقراها لوحده يفتكر انه فهم وهو ما فهمش، ويطلع يتكلم يفتن الناس، فبقى العلم غير منضبط. لما انتشرت المطابع اصبح العلم غير منضبط، والمقصود بالعلم هو الفهم مش المعلومة. اللي في الكتاب المعلومة، لكن العلم في قلب العالم، فهمت بقى؟ في فرق بين المعلومة والعلم. العلم اللي هو الفهم، فانت بتقراها في الكتاب، انت بتقرا معلومات، لكن علشان تتحول هذه المعلومات الى علم لازم على الشيخ، فهمت بقى؟ فك المعلومات اللي بيجمعها يبقى مثقف، ما يبقاش عالم، اسمه مثقف، عنده معلومات. جوجل زي جوجل كده، جوجل ده مثقف، لكن تقدر تقول جوجل عالم؟ لا، مثقف عبارة عن واحد حاجة كده مخزن معلومات، أو المثقف كده عنده مخزن معلومات، لكن لا يصلح أن يكون عالما، لا يطلق عليه لفظ عالم، فهمت بقى إزاي؟ لأنه ما عندوش فهم كل معلومة جت منين وأصلها إيه وتطبيقها إيه، فهمت؟ فدي نقطة مهمة يا سيدي. يبقى عرفت إيه الإمام السيوطي قال لك حتة كويسة من كتاب التنقيح بشرح إيه الوسيط، لقى الحتة دي فيها. الثاني بقى اللي هو اللف والنشر الغير مرتب، أن يكون على عكس ترتيبي، يسموه لف ونشر غير مرتب، كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. الله قال تبيض واسودت، وبعدين ابتدى باللي اسودت وانتهى باللي بيضت، فهمت؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ايه بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون.
وده برضو لطيف. ليه؟ ابتدى الاول الجملة ابتدى بأهل البياض الوجوه اللي هم ايه اهل الجنة، وانتهت برضو بأهل الجنة، وحط دول في النص بينهم سترهم بايه بأهل الجنة من اولها واخرها. شفت جمال الايه العبارة؟ علشان يبقى كمال العبارة يبتدي الاول بأهل الجنة يفرحك، وبعدين بعد كده يخلصك من العالم النكدية، وبعدين يرجع يفرحك تاني بايه بأهل الجنة. فدي كلها يعني كأن ربك سبحانه وتعالى بيطبطب عليك وهو بيقول لك القرآن كده علشان ما يزعلكش. وجعل منه جماعة قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. اللي قالوا متى نصر الله مين؟ الذين آمنوا معه. والنبي قال لهم إيه؟ ألا إن نصر الله قريب. فهم؟ فجاي على غير إيه؟ لف ونشر غير مبكر. قالوا متى نصر الله؟ قول الذين آمن، ألا إن نصر الله قريب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الزمخشري قسما آخر كقوله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال من باب اللف وتقدير، ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، إلا أنه فصل بين منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار لأنهما زمانان، والزمان الواقع فيه كشيء واحد مع إقامة اللف على الاتحاد. فشفت بقى وجوه الإعجاز اللغة في القرآن جميلة كتيرة إزاي، وانت قاعد تقرأ الآيات ومش واخد بالك. وعشان كده اللي مش فاهم حاجة يقولك إيه يعني القرآن ده ما عادي يعني. ولما يجي يخش على واحد مثلا مشوش على اليوتيوب يقول له انه الكلام مش معجز ولا حاجة، ده كلام عادي ممكن يتعمل زيه، ده تأليف سيدنا محمد، تقوم تخيل عليه مثل هذه الأشياء لأنه جاهل. المشاكلة، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. المشاكلة يعني إيه؟ يجيب لك لفظ يشاكل نفس اللفظ الثاني، واخد بالك، وإن كان منسوب لما لا يجوز أن يكون موصوفا بهذا اللفظ الثاني. زي مثلا إيه؟ في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني. الله، نسب المرض إلى الله وربنا بيمرضه. لا، لشدة قرب الله للمريض، فكأن المرض الذي قاس منه المريض كان الله سبحانه وتعالى، لأنه المريض قائم بالله بالربوبية، فكأن الربوبية مرضت. يا خبر أبيض، حتى بعيدة شوية، لكن ذات الله بعيد عن أن تمرض، لكن نسب المرض لنفسه. مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، وأنت بتاكل ورب العالمين بيأكل. يقول أما سألك فلان عبدي فلان، أما لو أطعمته لوجدتني عنده، لوجدت ربوبيتي قائمة به، والطعام يقوم بجسده، فحافظت على مظهر ربوبيته في جسد هذا المطعم. شفت بقى المعاني دي كلها؟ ويبقى جابها على سبيل المشاكلة اللفظية بس، لكن مش يجي لك واد وهابي غبي يقول لك احنا ننسب لله ما نسبه لنفسه. يبقى ربنا قال مرضته، يبقى ربنا بيمرض. يا غبي، ده مخه، ده مخ حمار، ده هنطول ودانه، واخد بالك ازاي؟ ونخليه بعد كده لما يجي يتكلم نحطه قدامه حاجه كده يطلع صوته نهيق، علشان يبقى حمار رسمي، ونركب له ديل، نجيب له ديل ميد ان تشاينا، واخد بالك، عشان لانه ده غباوه. مش بيقول لك احنا ننسب لله ما نسبه لنفسه؟ لا يا سيدي، مش مطلقا، لان هذا القاعده ليست مطلقه، بحيث انه لا يدل على نقص. يمكرون يمكر الله، يبقى ربنا ماكر؟ تنسب لي ما نسبه لنفسه يا غبي؟ حاشا. الواد ده بقى لنا كتير ما بنضربوش، اللي رابطينه هنا بقى لنا كام يوم ما بنضربوش، لازم نضربه النهارده. يبقى ما يغركش كلامهم اللي هو ننسب لله ما نسبه لنفسه، لان في احيانا ينسب لنفسه على سبيل المشاكله. من جاءني يمشي جئته هروله، يبقى ربنا بيهرول. فهمت ازاي؟ بيهرول يا ولا؟ نديله على دماغه.
ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فالأول كقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هو ربنا لنفس، لكن النفس بمعنى إيه؟ الذات. طب إحنا بنسمي نفسنا نفس ليه؟ عشان من نفس، نفس جاية من نفس، فهم؟ لكن قال إيه؟ ولا أعلم ما في نفسك، على سبيل المشكلة بس، يعني يقصد بنفسي إن ذاتي، ولا أعلم ما في ذاتك، فعبر بلفظ النفس ولا يقصد حقيقة النفس، فهمت؟ ومكروا ومكر الله. فإن إطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه. وكذا قوله: وجزاء سيئة سيئة. هو أنت لما تجازي المجرم، مش جزاء المجرم ده شيء حسن لأنه إقامة عدل، لكن ربنا خلاها سيئة. وجزاء سيئة سيئة مثله، من باب المشاكلة بس. لكن جزاء المسيء ليس سيئ، لكن هو سيئة من جهته، من جهة استقباله لها، لكن من جهة تحقيق الحق فهو عين العدل، فهمت؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئ. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ما ربنا بيقول لا تحب، إن الله لا يحب المعتدين، ولك فاعتدوا. ده على سبيل المشاكلة، لأن ربنا لا يحب المعتدين، يبقى معناه فاعتدوا عليه يعني إيه؟ يعني فامنعوه أن يعتدي، كفوه عن الاعتداء. فالكف عن الاعتداء عبر عنه فاعتدوا عليهم، من باب المشاكلة. اليوم ننساكم كما نسيتم. وربنا بينسى حاشا طبعا، مش يقول لك ننسب لله ما نسبه لنفسه؟ انسب يا وهاب، هات الشبشب، هات الشبشب، انسب ايه يا وهاب؟ يبقى اليوم ننساكم كما نسيتم، يبقى جاي على سبيل المشاكلة، يعني ننساكم من فضلي، انساكم من فضلي وكرمي وعفوي، فهمت ازاي؟ فلا حظ لكم فيه، فهمت؟ فيسخرون منهم، سخر الله منهم. الله ينسب لربنا انه ربنا بيسخر؟ في قرآن، او قرآن، القرآن ده بيجاي للي بيفهم يا ولد، للي بيفهم يا ولد يا غبي. فيسخرون منهم، سخر الله منهم، انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ. هتنسب لله الحاجات دي كلها بقى يا وهابي؟ توب الى الله، تاب الواد خلاص، فكوه. طيب يلا. فيسخرون منهم، سخر الله منهم، وانما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. كل دي على سبيل المشاكلات بقى. ومثال التقدير قوله تعالى: صبغة الله، اي تطهير الله. كانوا النصارى بيغمسوا العيال كده ايه في المية بتاعتهم علشان يعمدوهم، يصبغوهم علشان يعني يحصلهم ايمان. فربنا ايه استعمل اللفظ صبغة الله، ان الاسلام ده هو ده الغمس الحقيقي في ايه؟ في الايمان، فاهم؟ اي تطهير الله، لان الايمان يطهر النفوس. والاصل فيه ان النصارى كانوا يغمسون اولادهم في ماء اصفر يسمونه المعمودية. اصفر ليه؟ هو بول الاسيس ده ولا ايه؟ يكون الأسيس بيبول في المية اللي بيغمس فيها العيال، ما هو أصفر. عايزين نشوف سبب السفرة دي إيه بقى، حط في كركم ولا بيحط في بول؟ الله أعلم بقى، ما أعرفش بقى، دي عايزة إيه؟ سر في الكنيسة. يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون إنه تطهير لهم. فعبر عن الإيمان بصبغة الله للمشكلة بهذه القرينة. المزاوجة، أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء أو ما جرى مجراهما، كقوله، جايب لك بيت شعر البحتري: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. يا حبيبته دي مصيبة. هو لما يجي الواشي ده اللي هو إيه؟ البني آدم اللي بينقل الكلام على سبيل الإفساد بين المحبوبين، يسموه الواشي. المصريين يقول لك الموقعاتي، واخد بالك؟ بيوقع بين الناس، واخد بالك ازاي؟ الفتان يعني، واخد بالك؟ فيجي الواشي ده
ينهيه عن حبه ليها، يقوم ايه يزداد حبا ليها وتمسكا. يروح هو الواشي ده يكلمها، تقوم ايه تزداد هجرا ليه. تبقى حبيبته دي بقى ايه ودانيه، فهمت؟ فبيقول اذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى. لج في الامر يعني دخل فيه وواظب عليه وتمسك به. يعني كل ما يجي الواشي ينهاني عن حبك انا ازداد حبا فيك، لكن انت لما يروح يقول لك كلمه واحده تهجريني، ما انت ما بيتمرش فيكي ولا ايه؟ فاهم؟ فهو عايز يقول لك كده، اذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى. يعني ايه؟ يعني لزمت هواكي. اصاخت هي استمعت الى الواشي فلج بها الهجر فهجرتني. فهمت بقى؟ يبقى هنا جاب لك ايه شرط وجزاء، زوج بين المعنيين. حاله هنا لما الوشي يكلمه بيبقى ليه حال، ولما الوشي بيكلمها ليه حال مختلف عنه. فهمت بقى ازاي؟ ومنه في القرآن آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اللي هي ايه بالعام اللي هو ايه كان من بني إسرائيل. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.